السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب المستوى التاني، مادة Financial Mathematics، مادة الرياضة المالية إنجليزي. أخدنا الليكتشر اللي فاتت حاجة اسمها Discount، Bank Discount، وقلنا إن الرول بتاع البنك Discount دي كابيتال دي إيكوال اس دي ان إيكوال كابيتال اس دي سمول سمول دي ملتبلاي باي ان. وقلنا إن لسه ده حاجة اسمها Maturity Value، بنقول عليها قيمة اسمية. دي القيمة اللي انا مثلا فرض ان مثلا انا مثلا عليا كمبيالة مثلا، دي القيمة بتاعتها. الكابيتال دي ده البنك ديسكاونت اللي انا هاخده علشان رايح ادفع الاس ده بدري شوية. الدي هي المدة اللي بنقولها كات تايم، اللي هو وقت القطع. انا بقطع المدة اللي المفروض اسد مثلا بعد سنة، لا انا هقطعها النهاردة. ده اللي هو بيعبر عن وقت بالنسبه لك، لان ده نمبر اوف ييرز. اما البي اور بي داش، يعني ممكن نسميها بي او بي داش، بس انا خلفت خليتها بي داش علشان خاطر بس ما يبقاش عندك اكتر من بي. وبالتالي قلنا البروسيدز ده ايكوال كابيتال اس اللي هي ماتوريتي فاليو ماينس دي كابيتال دي اللي هي بنك ديسكاونت. يعني بمعنى ان انا اقدر اعمل سبستيوت باي دي اس دي ان. لو اخدت كومن فاكتور اس فيتبقى معايا هنا اس، افتح براكت 1 ماينس دي ان. يبقى انت مطالب انك تبقى عارف ان البروسيدز اللي هو المفروض الراجل يدفعه بنوع عليه القيمه حاليه ايكوال كابيتال اس ملتبلاي باي 1 ماينس سمول دي ان، اند بنك ديسكاونت اللي هو الدي ده كابيتال دي ده ايكوال اس دي ان. زي ما قدامك اهو، دي ده بنك ديسكاونت، بي بداش بروسيدز، دي ديسكاونت المفروض ان دي سمول لان ده نمبر اوف ييرز. زي ما قلت الاس ده ميتورتي فاليو. السؤال في الامتحان ممكن يجيلك بالشكل قدامك ده، بيقول لك فاند ذا بنك ديسكاونت اند ذا بروسيدز اون ذا بنك اوف الون. واحد واخد زي فلوس 6000 جنيه، يعني ميتورتي فاليو اللي هي القيمه الاسميه 6000 جنيه for 6 months، يعني ان ده equal 6 over 12 لان احنا زي ما قلنا عندنا المده بنحسبها بالسنين، بما انه مدها لك بالشهور فانت تعمل 6 over 12 لان السنه فيها 12 شهر. at 10% interest in advance، يعني بيقول لك ان ايه، ان ال 10 دي 10% ده اللي هو ايه بنك ديسكاونت اللي هو قدامك ده. فبيقول لك بقى ايه، find the bank discount and the proceeds، يعني عايز الكابيتال دي and B داش. طيب تمام، نيجي نحل كده. يبقى انا عندي الرول بيقول ان كابيتال دي ايكوال كابيتال اس سمول دي سمول ان، يبقى هعمل سبستيوت، يبقى 6000 جنيه في دي ايكوال 10% اللي هي 0.10 يعني ملتبلاي باي الان اللي هي 6 اوفر 12 زي ما قدامك اهو. حسبنا بالكالكوليتور طلع الناتج بتاعك كام، 6000 3000 جنيه. يبقى الراجل كان راح يدفع 6000 جنيه، البنك قال له لا انت جاي بدري 6 شهور هنعمل لك ديسكاونت. كام يصير الديسكاونت؟ حسب الرول بتاعه طلع ان الديسكاونت بتاع الراجل ده 300 جنيه. يبقى في الوقت ده البروسيدز اللي هو القيمه الحاليه اللي الراجل هيدفعها فعلا كام؟ تقول له 6000 جنيه ناقص 300 جنيه اللي هو الراجل خدهم خصم، يبقى ان في النهايه الراجل بدل ما يدفع 6000 جنيه يدفع كام؟ يدفع 5700 جنيه. الراجل ده يبقى بروسيدز ايكوال 5700 ليفر ايجيبسيان. ده المفروض ان الراجل ايه يدفعه. مسألة تانية، سي سارة بورد 3000 ليفر ايجيبسيان فور 4 مانثس فروم ا بانك ذات شارج ديسكاونت ريت، يعني عندك ديسكاونت ريت بتاعك 9%. فايند ذا ديسكاونت اند ذا بروسيدز. والله عندك زي ما قلت هي هتدفع لسه عندك 3000 جنيه 4 مانثس، يعني يبقى زي ما قلنا اهو المبلغ اللي عندك 3000 جنيه for 4 months لان equal 4 over 12. دي عندك في النهايه equal كام؟ equal 9% زي ما قدامك اهي، دي equal 9% زي ما قدامك اهي. يبقى اعمل substitute، يبقى الكابيتال دي equal اس دي ان 3000 multiplied by 0.9 اللي هي 9% لان ده equal 4 over 12 اللي هو 1 over 3. طلع في النهايه ان الراجل ده ياخد بنك ديسكاونت مقدارها 90 جنيه.
هو كان راح يدفع 3000 جنيه، اتخصم له 90 جنيه، وبالتالي البي اللي هي بروسيدز ايكوال كابيتال اس ماينس دي، يبقى الكلام ده في النهاية ايكوال 2910 جنيه. يبقى بدل ما كان يدفع 3000 جنيه، هنعمل البنك عمله ديسكاونت، عمل له بنك ديسكاونت، طلعت الفاليو بتاعته كام؟ طلعت الفاليو بتاعته 90 جنيه زي ما قدامك اهو. وبالتالي بدل ما يدفع 3000 جنيه هيدفع 2910 جنيه زي ما قدامك. طيب another example، find the bank discount and the proceeds on a bank loan of 2000 livres Egyptian for 2 years at 12% interest in advance. فعايز برضو الكابيتال دي، وعايز برضو يبقى عايزين الكابيتال دي وعايزين البروسيد زي ما قلنا. طيب انا عندي الكابيتال اس اللي هو الليميتورتي فاليو 2000 جنيه، الدي سمول دي 11% لان ايكوال 2، يبقى انا عندي في النهايه الرول بيقول كابيتال دي ايكوال كابيتال اس سمول دي سمول ان، يبقى هضرب 2000 في 11% في 2، طلع في النهايه من البنك ديسكاونت ده 440 جنيه. طبعا في الحالة دي المفروض اللي يحصل، في الحالة دي المفروض ان تقول البروسيدز، يبقى الراجل هيدفعه، تخيل انت كان راح يدفع 2000 جنيه عشان راح يدفعهم بدري سنتين، فاتخصم له 440 جنيه. وبالتالي الكابيتال اللي هو البي داش اللي هو البروسيدز ده، المفروض اللي هو القيمة الحالية المفروض يدفعها، ايكوال اس ماينس دي، اس كابيتال اس ماينس دي، كابيتال اس هو 2000 جنيه ماينس دي اللي هو البنك ديسكاونت اللي هو 440 جنيه زي ما قدامكم اهو. يبقى في النهايه الراجل ده يدفع 1560 جنيه للبنك بس، مش 2000 جنيه زي ما كان رايح يدفع. طبعا هتلاقوا على القصه دي مسائل كتير جدا في الموضوع ده باشكالها بانواعها، هتلاقوها موجوده في الكتاب، قلناها قبل كده المفروض ان انتوا تذاكروها وتراجعوها. يعني مثلا مسألة رقم 6 دي كانت بتقول نور اباد 7000 جنيه، يبقى الاس عندك 7000 جنيه for 4 years and 3 months from a bank that charges a discount rate 0.01 daily. تخيل انت الديسكاونت ريت ده عندهم باليوم. find the discount and the proceeds. فالموضوع بسيط هنا، احنا بنقول دلوقتي هي نوره دي واخده 7000 جنيه، الدي بالنسبه لنا اللي هو الديسكاونت ريت قال لك 0.01% ديلي. طبعا عشان خاطر هو بيقول لك انا بديك خصم في اليوم الواحد علامه 0.1%، ده خصم في اليوم الواحد. طبعا في بنوك اجنبيه بتدي خصم على اليوم الواحد، عشان خاطر طبعا احول الخصم ده من لكل يوم انا محتاج اخليه لكل سنه. فطبعا اعمل ايه؟ قال لك بنضرب 365 اللي هو عدد ايام السنه، وبالتالي ان ده هيبقى 3.65 زي ما قدامك اهو بيرسنت، لان عندك قال لك 4 سنين وقال لك 3 شهور، 4 سنين و3 شهور. يبقى انا عندي ال ان ده اللي هو نمبر اوف ييرز، 4 سنين 3 شهور، يعني 3 اوفر 12، طلع في النهايه ان هي ايكوال 4.25، 4 وربع. هعمل سبستيوت، هضرب الرقم ده في الرقم ده في الرقم ده علشان اطلع حاجه اسمها بنك ديسكاونت زي ما قدامك اهو. كابيتال دي ايكوال كابيتال اس ملتبلاي باي سمول ان سمول دي، يبقى هنضرب 7000 في 0.0365 فروم 10000 ملتبلاي باي 4.25. في النهاية الكلام ده ايكوال، طلع في النهاية ايكوال كام؟ طلع في النهاية ايكوال 1085.8، طلع في النهاية 1085 جنيه و80 قرش. يبقى نورة دي راحت تدفع 7000 جنيه، في النهاية البنك عمل لها ديسكاونت او بنك ديسكاونت ايكوال 1000، يعني بدل ما تدفع 7 هتدفع اقل بكتير. فطبعا عشان تجيب البروسيدز اللي هو المفروض ان هي نورة تدفعه، فهتقول 7000 ماينس 1085.5، يبقى في النهاية النورة دي هتدفع كام؟ 5914 جنيه و.2 20 قرش. زي ما قلت لكم المفروض ان الكلام ده تراجعوه جدا جدا جدا. انا هجيب عليه مسألة في الاكزام، سواء في الميد ترم اللي هو ان شاء الله هنعمل لكم ميد ترم هيبقى اونلاين، مش هيبقى حاجة تانية خالص غير اونلاين.
وان شاء الله ايه هيبقى انا معاكم على طول فيها يعني. ان شاء الله هنحدد الميعاد ده في قريب قريب ان شاء الله. انا ممكن مثلا نحدد المحاضره الجايه نقول هنمتحن امتى، ونتفق على الميعاد بتاعنا كمان الوقت بتاعنا ممكن يبقى امتى. بس ان شاء الله نتقابل المحاضره الجايه بتاعت ان شاء الله الحد الجاي، وان شاء الله ايه نتفق فيها. المهم احنا قلنا يعني تطرقنا كده، قلنا ان المحاضره الجايه المفروض تبقى عن حاجه اسمها الميوتيريتي فاليو، اللي هو الرول اللي قدامك ده. يقول لك لو انت سي ان انت ما عندكش كل البيانات اللي عندك، ان انت عندك البروسيدز اللي هو القيمه الحاليه اللي انت هتدفعها، وعندك كابيتال اس اللي هو الميوتيريتي فاليو سمول دي وسمول ان. لو انا عايز من الرول ده حاجه اسمها الميوتيريتي فاليو اللي هي الاس، فانا هقول الاس دي ايكوال كابا بي داش اوفر 1 ماينس دي ان. يعني انا لو عايز الاس من هنا من الرول ده، فهي هتساوي البي داش اللي هي في الاذر سايد دي اوفر 1 ماينس دي ان زي ما قدامك اهو. وهتلاقي امثله كتير جدا عليها في الكتاب، بس يعني ايه المفروض الكلام ده نتطرق ليه المحاضره الجايه. هو ده اللي انا قدمته للمحاضره الجايه ان شاء الله، اللي هناخدها من حد وان شاء الله هيتقال فيها كل حاجه، وهنحدد فيها يعني ايه زي اخر اساينمنت هتعملوه وهتقدموه ان شاء الله اكيد، علشان خاطر يبقى كده خلصنا كل الاساينمنتس مع الميد ترم، وفي نفس الوقت برضو درجات الاتن بتاعتكم برضو انا خلاص يعني بقفل فيها. فان شاء الله عشان خاطر نخلص قبل العيد كل الحاجات اللي عندكم دي هنخلصها، وبالتالي بعد العيد تطلع بعد العيد تلاقي نفسك معاك درجات الميد ترم ان شاء الله، وجزء كبير جدا من درجات الغياب، وجزء كبير جدا من درجات الاساينمنت اللي هم 30 درجه. فايه ان شاء الله اشوفكم على خير ان شاء الله، ونتقابل ونشوف كل الكلام ده، وبالتوفيق ان شاء الله يا رب، واشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضرة الجاية. يا رب على خير.